السلام عليكم مشاهدينا الكرام، التاسعة بتوقيت اليمن، هذا صلاح باب يحييكم إلى حوار جديد على المهرية. في حلقة الليلة نبحث تطورات التصعيد في غزة وجنوب لبنان، كذلك استمرار العمليات من اليمن رغم قرار مجلس الأمن. تستمر إذن العمليات العسكرية التي يعلن عنها المتحدث العسكري باسم الحوثيين في سبيل إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد نفذت عملية مشتركة مع فصائل عراقية ضد سفينة في البحر الأبيض المتوسط وعمليات أخرى ضد سفن في البحر الأحمر في رفض عملي للقرار الأمريكي في مجلس الأمن، ما دام أنه لم يضغط أولا على الطرف الإسرائيلي المتسبب الحقيقي في كل التوترات في المنطقة. أما الاحتلال الإسرائيلي فلا زال يغرق في دماء الأبرياء في قطاع غزة دون تحقيق أي أهداف عسكرية أو سياسية، بل يعاني هو وشركاء الغربيين عزلة دولية وإدانة واضحة لممارسة الإرهاب وجرائم الحرب الوحشية. فشل الاحتلال وتوريطه لحلفاء الأمريكان على وجه الخصوص انعكس على الداخل الأمريكي، فقد انكشفت مدى الانحطاط في السياسة الأمريكية عند العالم في مناظرة بايدن وترامب، اللذان كانا يزايدان على بعضهما في خدمة إسرائيل رغم كل الجرائم التي تقترفها أمام مرأى ومسمع العالم. ويأتي السؤال، ما خيارات المقاومة الفلسطينية والفصائل المساندة لها تجاه تواصل التصعيد الإسرائيلي والعجز الأمريكي عن كبحه؟ أم أن الحديث عن صياغة أمريكية جديدة للهدنة ستكون مقدمة لتهدئة مقبلة تجنب توسيع الصراع؟ وماذا عن الموقف الرسمي العربي؟ متى سيغادر مدرج المتفرجين؟ التقرير ثم نبدأ النقاش. أربع عمليات عسكرية وصفها الناطق العسكري لجماعة الحوثي حيسريع بالنوعية، منها عملية مشتركة مع فصائل عراقية استهدفت سفينة نفطية في البحر المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة، وسفينة أخرى استهدفت بصاروخ مجنح في المكان ذاته. فيما استهدفت العملية الثالثة والرابعة في البحر الأحمر سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية وأخرى بعدد من الزوارق المسيرة بحسب ما ورد في بيان الناطق العسكري للجماعة. تتابع هجمات الحوثيين بتلك الوتيرة والتي امتدت من بحر العرب وخليج عدن مرورا بالبحر الأحمر وحتى المتوسط تثبت فشل الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي العسكري مع تلك التحديات، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن قدرة الردع التي قد تتحول إلى مأزق توسعت معه الحرب التي طالما حرصت واشنطن على الهروب من تبعاتها الكارثية على وجودها العسكري في المنطقة. احتدام المعارك في الشجاعية شمالي قطاع غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال ونجاح المقاومة في تنفيذ عمليات نوعية وتكبد الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بات هو الآخر يشكل عامل ضغط على حكومة الاحتلال وداعميها الغربيين، إضافة لتصاعد حدة التوترات في جنوب لبنان وإعلان رئيس الحكومة اللبناني بأن البلاد باتت في حالة حرب. تطورات دفعت واشنطن لتقديم صياغة جديدة لاتفاق بين حماس وإسرائيل تسمح بالتوصل إلى إيقاف إطلاق النار، مع تزايد الضغوط على نتنياهو من عائلات الأسرى في غزة بعد تفكك مجلس الحرب الصهيوني، إلا أن محاولات نتنياهو المستمرة في الهروب إلى الأمام عبر توسيع وإطالة أمد الحرب في غزة ولبنان قد تضاعف حالة الإرباك التي تعانيها إدارة بايدن. مخاوف قد تعصف باستراتيجية واشنطن وتزيد من عزلتها الدولية وفشلها في التحكم بنتائج الحرب في غزة وأوكرانيا، ما يعزز مخاوف انفجار حرب عالمية ثالثة، وهي المخاوف ذاتها التي باتت تهيمن على كثير من خطابات وتصريحات زعماء العالم، كان آخرها ما دار من سجال بين بايدن وترامب في المناظرة التي جمعت الخصمين اللدودين. وللنقاش رحبوا بضيوفي عبر الانترنت، حبيب أبو محفوظ الكاتب والمحلل السياسي، نصر الدين عامر رئيس وكالة سبا لدى حكومة صنعاء، وتيسير الخطيب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بضيوفي جميعا، أبدأ من صنعاء مع نصر الدين عامر وأجدد الترحيب. أولا أسأل بخصوص العمليات التي أعلنت الآن
رغم قرار مجلس الأمن بضرورة وقف عملياتكم في البحر الأحمر، عملياتكم لن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط، ما هي الرسالة من وراء هذه العمليات بعد قرار مجلس الأمن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تحية لك ولضيوفك الكرام أهلا وسهلا. وللسادة المشاهدين أيضا. نحن يعني أساسا لم نبدأ عملياتنا بإذن مجلس الأمن حتى نوقفها بإذن مجلس الأمن. هو مجلس الأمن الذي لم يوقف العدوان على غزة لا يحق له أن يتحدث اليوم مع من يقف مع غزة. أساسا معظم الأعضاء في مجلس الأمن هم يتحدثون ويقولون بأنه يجب وقف العدوان على غزة، ولكن أمريكا تسقط أي قرار في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان على غزة. ولذلك ما تعجز عنه أو ما يعجز عنه مجلس الأمن وهي المهمة الأساسية له، وهي حفظ الأمن والسلم الدوليين، التي اليوم الأمن والسلم الدوليين مهددين بسبب استمرار العدوان على غزة، ما عجز عنه هو نقوم به نحن. فيعني لا يحق له أن ينهانا عن ما عجز فيه وعن مهمته الأساسية التي المناطة به والمفترض أن يقوم بها. يعني هو يفترض أن لا يعني أن لا يصبح مسعر حرب، وأن يتحدث بأنه يجب على أن من يسعى لوقف الحرب أن يتوقف. هذا غير منطقي وغيره. ونحن بالنسبة لنا حتى كما تلاحظون لم يصدر منا حتى بيان يرد على مجلس الأمن، لأنه أصبح يهرف بما لا يعرف كما يقال، يعني ليس له قيمة، أو أصبح مختطفا أسيرا لدى أمريكا ولا قيمة لقراراته. هناك أصوات حرة تخرج من مجلس الأمن من أعضاء غير دائمين، وكذلك بعض الدول الدائمة مثل روسيا والصين لها خطاب ولها كلام جيد باتجاه غزة. نحن نثمن هذه المواقف. أما بقية يعني الأطراف أو من ينخرطون في خطاب الحرب تجاه غزة فهم أعداء، ونحن ننظر إليهم كأعداء، ولا أحد يستمع في الحرب لعدوه. هذا منطق يعني بديهي، وهذا حتى الأطفال يفهمونه يعني. نعم. فلا أحد يطالبنا ولا يحق لأحد أن يطالبنا اليوم أن نحترم ما يصدر من مجلس الأمن. ما يحترم من مجلس الأمن هو أن يقوم بدوره الأساسي الذي أنشئ من أجله، وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين، والتي اليوم إذا أرادوا أن يحفظوها هو أن يوقف العدوان على غزة، وإلا فأي سلم وأي أمن في الدوليين، وغزة تباد والشعب الفلسطيني يقتل وأمريكا تعربد والصهاينة. يعني أمريكا تعلن بأنها أرسلت يعني عشرات الآلاف من الأطنان يعني للصهاينة من القنابل التي صبت على رؤوس الفلسطينيين. هل هذا هو السلم والأمن الدولي؟ هذا الذي يجب أن يقوم مجلس الأمن بالنداء ليوقفه. سنبحث أكثر في التورط الأمريكي في دعم الكيان الإسرائيلي في عدوانه ضد المدنيين في غزة وكذلك لبنان ومناطق أخرى، لكن أعود إلى السؤال عن العمليات، وجزء منها عمليات مشتركة مع فصائل عراقية ضربت في حيفا وتضرب أيضا في سفن في البحر الأبيض المتوسط، ما هي القيمة العسكرية لمثل هذه العمليات المشتركة سيد نصر؟ يعني من يعرف الحروب يعرف بأن إمدادات الحرب هي أهم عنصر في الحرب. يعني عندما أنا أريد أن أقوم بحرب أحتاج إلى أن أؤمن سبل وطرق إمدادات وصول، سواء الإمدادات الغذائية أو الإمدادات العسكرية أو ما إلى ذلك. ومن يقول بأن ضرب الإمدادات ليس له قيمة في المعركة فهو لا يفقه في المعركة ولا يفهم حتى يعني ألف باء مع حروب ومعارك. فنحن عندما نقوم نحن وأيضا في عمليات مشتركة تجسد الأخوة الإسلامية والوحدة التي تتمنها الشعوب العربية والإسلامية، هذه العمليات المشتركة هي نواة للوحدة. هكذا يجب أن نتوحد، لأن البعض يرى بأن الوحدة بين العرب والمسلمين هي مستحيلة. اليوم نحن نتوحد نحن والعراقيين في عمليات مشتركة بعيدا عن مسألة وحدة الساحات والمصير المشترك، لكن عمليات مشتركة بغرفة عمليات موحدة تطلق النار بضغطة زر واحدة. فيعني نحن عندما نقوم بمثل هذه العمليات نحن نقطع الإمدادات على العدو، نحن نضغط عليه شعبيا. عندما ترتفع الأسعار يتأثر السوق الاستهلاكية داخل يعني المستوطنين والغزاة المحتلين لفلسطين، هذا يؤثر، هذا يضغط يعني. ونحن يعني عندما نتحدث مثلا في البحر الأحمر جاءوا بتحالف، شنوا العدوان، قاموا بكل ما قاموا به، هل استطاعوا أن يفتحوا ميناء أم الرشراش إيلات؟ الصهاينة يقولون لا. إذن هذه العمليات فشلت. إذن نحن قمنا بعمل وقطع جزء كبير جدا. طبعا هم يلوثوا بالصمت الآن، لا يعلقون ويتعاملوا مع هذه العمليات خاصة في البحر الأبيض المتوسط وباتجاه الموانئ الأخرى لفلسطين المحتلة بصمت وبتجاهل تام. لماذا؟ لأنه لو تحدثوا عنها لسألهم جمهورهم وماذا أنتم ستفعلون؟ سيقولوا لهم بأن الإيزنهاور فشلت
وبأن التحالف فشل، وسيكون هناك سؤال أكبر من السؤال السابق، ولذلك هم يلوذون بالصمت ويعتبروا بأن الصمت هو الحل، لأنه لا إجابة للسؤال الذي سينشأ عن مسألة وماذا ستفعلون تجاه هذه المعضلة. لكن لن ينفعهم الصمت لا على النهاية، ستتضح من خلال تداعيات وأضرار هذه العمليات وهذا الحصار، والذي يعني له أهداف وله نتائج وله إيجابيات كثيرة جدا. يعني يكفي أن تكون هناك عمليات مشتركة بين دولتين عربيتين بغض النظر عن من يعترف أو لا يعترف، لكن هذه جغرافية دول عربية تشترك في عمليات مشتركة في نطاق جغرافي واسع، توسع العمليات، تضرب تنكي العدو، هذه ثمارها مهمة واضح. جدا. أيضا يعني تخفف الضغط على غزة، يعني لكي يتشتت هناك الجهود، نعم لأنه مثلا محاولة اعتراض الطيران يحتاج إلى F-16 ويحتاج إلى F يعني 15 وغيرها من الطيران الذي يذهب إلى اعتراض الطيران المسير، وهذا يخفف من عمليات الطيران على غزة. واضح جدا، وأذهب إليك سيد تيسير الخطيب مجددا الترحيب. يعني هنا نقطة أنه هذه العمليات هي للقيام بدور مجلس الأمن الذي فشل في إيقاف الحرب على غزة، هذه عمليات من اليمن ومن العراق ومن لبنان من أجل الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. يعني أليس في ذلك فعلا إحراجا لهذه المؤسسة الدولية التي أصبحت فقط قلما لأمريكا من أجل تمرير قرارات تخصها، وليس فعلا من أجل فرض أمن للمدنيين الأبرياء في فلسطين وغيرها؟ يعني معظم الدول في العالم، معظم الشعوب في العالم تعرف أن ما يحدث في قطاع غزة أمر غير مسبوق، وعدوان يعني يستمر للشهر التاسع، وأن كل المنظمات الدولية فشلت في ردع الكيان الصهيوني أو ردع الولايات المتحدة الأمريكية وإجبارها على وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أنها تريد وقف إطلاق النار، وهي ما زالت ترسل الأسلحة وما زالت تقدم المعلومات الاستخبارية، وما زالت يعني بكل قواها منخرطة في هذا الأمر. وفضلا عن ذلك فهي تقوم بحماية الكيان الصهيوني. العالم يتساءل يقول كيف يستطيع هؤلاء الصهاينة أن يفعلوا ما يفعلوا؟ هم لا يستطيعوا أن يفعلوا ما يفعلوا بقوتهم، وإنما بالدعم الأمريكي. الدعم الأمريكي وقف ضد ما كان يعلنه دائما أنه يريد وقف إطلاق النار. يعني أي قرار يذهب إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، تقف الولايات المتحدة ضده وتمارس الفيتو، وفي نفس الوقت تقول أنها تريد وقف إطلاق النار. إذن هذه العوامل كلها أظهرت عدالة ما يقوم به الجيش اليمني في مساندة الشعب الفلسطيني، لأن هذه العمليات التي تحدث في البحر الأحمر والعمليات التي تحدث في جنوب لبنان مبررة أخلاقيا. يقال أو أوقفوا هذا القتل في قطاع غزة، أوقفوا استهداف الأطفال والنساء. عندنا الآن في قطاع غزة 17,000 طفل لا يوجد لهم عوائل، لا يوجد لهم معيل، قتلت أمهاتهم وأبائهم. إذن ما يعني أي محاولة لإيقاف هذا القتل هو عمل شريف وعمل أخلاقي، ومن أجل ذلك هناك إرباك في الوضع الدولي. يعني يتصور لو أن العمليات التي يقوم فيها الجيش اليمني يقوم بها في وقت آخر أو بمبررات أخرى، كيف سيكون رد فعل العالم؟ يعني العالم كله سيجتمع يعني إيقاف هذه العمليات، ولكن صحيح. العالم أيضا محرج، لأنه يعرف أن هنالك سبب لهذا الأمر، وأن هذا السبب إنساني وأخلاقي، وأن هذا السبب أحد العوامل القليلة التي يمكن أن توقف هذه الحرب المجنونة. طبعا يعني الآن كما قال الأستاذ نصر الدين، كثير من العمليات التي تحدث لا يعترف بها العدو الصهيوني ولا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها إن اعترفت بها وإن أعطتها حجمها الحقيقي فستكون هناك مساءلة حول
ماذا تفعلون؟ بماذا ستردون على هذا الأمر؟ ومن أجل ذلك توضع المسألة في الظل حتى لا تتسبب يعني أو حتى لا تنشأ مثل هذه الإحراجات. نعم، طبعا بخصوص إحراج المجتمع الدولي فعلا من العمليات من اليمن، نجد أنه تم تضمين نفس القرار الذي صدر مؤخرا، فكرة أنه هناك علاقة بين ما يحدث في البحر الأحمر وما يحدث في غزة، وطالبوا بمعالجة هذه الأسباب في غزة. أذهب إلى ضيفي السيد حبيب أبو محفوظ مع تجديد الترحيب به على المهرية. يعني سيد حبيب، من الواضح فعلا أنه هناك عزلة لرعاة الحروب ومن يقودها في 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 غزة. دول عديدة الآن تنضم إلى جنوب أفريقيا في 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 مرافعاتها ضد الاحتلال الإسرائيلي. ما تأثير ذلك في خدمة القضية الفلسطينية؟ نعم، تحية لك ولضيفيك الكريمين. أولا يجب أن نسأل عن السبب، يعني ما الذي يدفع دولة مثل إسبانيا وكذلك النرويج وجنوب أفريقيا حتى تشيلي مؤخرا لكي تقف هذا الموقف، وتشيلي وبوليفيا التي يعني أحبطت انقلاب عسكري نتيجة مواقف بوليفيا تجاه القضية الفلسطينية، مواقف إيجابية بالمحصلة. السبب هو الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، بمعنى أن الشعب الفلسطيني، أن المقاومة الفلسطينية قدمت مدرسة جديدة في مواجهة الإمبريالية الأمريكية وكذلك في مواجهة العدوان الصهيوني على مدار الأشهر الماضية. لاحظ معي أنه مع بداية طوفان الأقصى الجميع لام حركة حماس ووقف إلى جانب الكيان الصهيوني على أنه من حقه الدفاع عن نفسه، لكن مع مرور الوقت تبين الوجه الحقيقي القبيح للعدو الصهيوني، وتبين الوجه الحقيقي أيضا للفلسطينيين من أن كل ما كيل للفلسطينيين هو عبارة عن أكاذيب. في المقابل الشعب الفلسطيني صمد صمود أسطوري. لاحظ الأسرى الذين يخرجون من قطاع غزة كيف تكون أوضاعهم، وكيف يخرج الأسرى الفلسطينيون من داخل السجون الصهيونية. كل ذلك أدى إلى انعطافة حادة وتاريخية بالمناسبة في المواقف، ليس فقط في دول أمريكا الجنوبية التي هي بالعادة تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وإنما حتى دول أوروبية منها دول كبرى مثل إسبانيا. ونعتقد أن قادم الأيام ومع مرور الوقت ستكون هناك دول أوروبية أخرى أيضا تحذو حذو إسبانيا. هذا على المستوى السياسي جيد جدا، على المستوى القانوني جيد جدا، لكن على مستوى الميدان، على مستوى المعركة، على مستوى استمرار المجازر في قطاع غزة، العدو الصهيوني يصم أذانه عن أي محاولات لوقف هذه الحرب على قطاع غزة، وهو مستمر طالما أن هناك ضوء أخضر أمريكي. المشكلة اليوم بالمناظرة ما بين بايدن وترامب أن الضوء الأخضر الأمريكي سوف يبقى مستمرا سواء جاء الديمقراطيون أو الجمهوريون، وبالتالي المبارزة والمباراة التي حصلت في المناظرة ما بين بايدن وترامب تعطيك مؤشر على أن هناك تحت الطاولة أشياء كثيرة تحدث نحن لا نعلم عنها، من خلال أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول للكيان الصهيوني استمر في هذه المعركة، لك المزيد من الأسلحة، لكننا سنتحدث بلغة دبلوماسية أمام أنظار وأسماء دقيقة العالم. دقيقة، هذه نقطة مهمة. يعني أنت ترى أن المناظرة التي تمت بين بايدن وترامب تأكيد على الموقف الحقيقي الأمريكي دعما للحرب الإسرائيلية. هذه نقطة في غاية الأهمية. مشكلة الولايات، مشكلة بايدن أنه يقتلنا لكن يذرف الدموع دموع على القتلى الفلسطينيين. ترامب لا، ترامب يقول يجب أن نقتلكم ويجب أن تموتوا، وبالتالي يبدأ بعملية القتل أمام أنظار العالم دون أي عمليات تجميل كما يقال. ولكن في نهاية المطاف أنت في أمام الديمقراطيين وأمام الجمهوريين محكوم عليك بالإعدام، لكن دموع التمسيح يذرفها الديمقراطيون في حين أن الجمهوريون يتحدثون بكل صراحة أن على إسرائيل أن تستمر في هذه المعركة، معركة الوجود، معركة الدفاع عن النفس، ويجب قتل جميع الفلسطينيين الذين واجهوا هذا المشروع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم إنتاجه قبل أكثر من 7 عقود منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين. وهذه مشكلة أخرى تواجه الفلسطينيين الذين
لا يوجد أمامهم سوى الاستمرار في هذه المعركة. لا خيار، لا خيار إذا كان هناك إصرار فعلا على قتلهم من الطرف الآخر، وإصرار ممن يزعم أنه وسيط من أجل إحداث هدنة وما إلى ذلك. يعني بايدن مثلا يقول أنه نحن فقط منعنا عن إسرائيل قنبلة بزنة 2000 طن، بينما نحن نزودها بكل الأسلحة في أي وقت تريده، ما يعني أنه هو الداعم الرئيسي لهذه الحرب على الأبرياء في قطاع غزة، وهي ليست حرب وإنما جريمة حرب، لأنها لا تستهدف أهداف عسكرية وإنما فقط تريد القتل من أجل الإبادة للفلسطينيين، وبحسب حديث المدعي العام للمحكمة العدل الدولية. ما إن كان هناك من ميزة سيد نصر الدين عامر، أنتقل إليك، من هذا الانكشاف الأمريكي أمام العالم بأنه فعلا يدعم إسرائيل رغم كل جرائمها، ما هي هذه الفوائد؟ نعم، يعني نحن عندما نتابع اليوم المنافسة يعني المحتدمة بين يعني الجمهوريين والديمقراطيين، يتضح فعلا بأن اللوبي الصهيوني هو الحاكم للولايات المتحدة الأمريكية، وأن الكل يتنافس في الحديث عن دعم الجرائم في يعني في غزة وفي فلسطين. لكن إذا ما جاء ترامب، والبعض يقول أنه سيكون أشد وبأنه عليكم أن تحذروا وأن تنتبهوا، نحن نقرأ المشهد بطريقة مختلفة. نحن نرى بأنه إذا جاء ترامب فإننا سنتخلص من نفاق بايدن، هو منافق يحاول أن يجمل الصورة، لكن نعم. ذلك الأحمق المجنون هو سيأتي وسيكشف الصورة الحقيقية، وهذا جيد في معركة الوعي، لأن هناك منبهرين في عالمنا العربي يعني أغبياء ويستغبون الناس أو مجرمون بحق الوعي العام للأمة العربية والإسلامية. فلا يعني لا عدوانية لا أكثر مما هو قائم حاليا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هي تملك من العدوانية ما يكفيها لتغطي كل الإدارات بمختلف توجهاتها وأحزابها القائمة. يعني نحن يعني عندما ينكشف الكيان العدو الإسرائيلي الأمريكي وسياسته الإجرامية في المنطقة، نحن نستمد مزيد من الغطاء لعملياتنا ليتضح للناس جميعا بأننا عندما نواجه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الصلف وهذا الإجرام الأمريكي والصهيوني، نحن نواجه عدو هو يتربص بنا وسيأتي إلينا ليعتدي علينا. يعني نحن لم نسرح نذهب لنبادره بالمواجهة، وإذا تجنبناه فسيتجنبنا. هذه نظرية غبية ونظرية لتدجين الناس، ولا يمكن أن يعني أن تستمر، ويجب أن نواجهها بكل قوة. نحن نواجه عدو سيأتي إلينا، يعني مثلا الصهيوني عندما نحن نذهب لنواجهه هل سيستثنينا؟ أساسا هو يزرع الخلايا ويشتغل في مناطقنا، وهو يزرع حتى ويدعم الأنظمة العميلة المجرمة يعني العميلة له في منطقتنا. إذا نحن متضررين على كل الأحوال من هذا يعني العدو الأمريكي وكذلك الإسرائيلي، ويجب أن نواجههم تحت هذا العنوان. وكلما انكشفوا وكلما افتضحوا أمام العالم هذا مكسب وهذا جيد لنا، لأن النفاق هو ما يقتلنا أكثر من ما يقتلنا المواجهة المباشرة معهم. أذهب إليك سيد تيسير الخطيب، يعني خاصة في فكرة المناظرة، يعني موضوع أنه بعض وسائل الإعلام التابعة لبعض الدول العربية وكأنها تريد أن تنتقم من بايدن لأنه كان يبتزهم في ملف حقوق الإنسان وما إلى ذلك، باتت تحاول الترويج لترامب. الآن ترامب بدأ أكثر توحشاً ورغبة في استمرار الحرب الإسرائيلية، برأيك يعني كيف سيكون موقفها تلك الدول التي تعتبر نفسها قريبة لترامب؟ يعني هذه الدول هي دول لا تملك يعني أي تأثير في معركة مثل معركة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر فقط يعني له علاقة بآمال وأماني، وقد لا تكون آمال وأماني واقعية. فيعني حتى حسب مصالحها لا يعلم إذا كان ترامب أفضل بالنسبة لهم أو بايدن أفضل بالنسبة لهم. وحتى بايدن يعني في بعد مرور يعني هذه الفترة الأطول يعني في رئاسته الحالية لم يعد يركز على قضية حقوق الإنسان، وبدأ يتعامل مع الأمور حسب يعني الانتهازية الأمريكية التي تتجاوز كل ما تدعو إليه أو كل ما تضعه كسياسات يعني. ونلاحظ ذلك، نلاحظ ذلك حتى في اليمن، يعني بدأ عهده بالحديث عن سلام في اليمن، اليوم أمريكا هي من تعرقل السلام في اليمن من أجل وقف العمليات ضد السفن الإسرائيلي. لكن في أمريكا دولة عميقة هي التي تحكم السياسات،
والرؤساء الأمريكيون يبقوا واجهات لا تتغير السياسات الأمريكية. طيب الآن هذه يعني الواجهة التي اسمها بايدن على حد تعبيره سيد تيسير منذ عام 67 حتى الآن مرت يعني على الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة كبيرة جدا من الإدارات الديمقراطية والجمهورية. وكل هذه الإدارات أعلنت أنها تريد حل الدولتين وتريد تطبيق قرار مجلس الأمن 242، ولكن لم تفعل أي إدارة أي شيء، وبقيت السياسات الأمريكية تراوح مكانها بالنسبة للقضية الفلسطينية، علما طبعا بأنه حتى هذا الحل الذي كانوا يطرحوه كان حلا مجافيا للحق الفطري الطبيعي للشعوب بأن تعيش على أرضها وتعيش في أوطانها ولا تسلب حقوقها. نعم، ولا تقبل إسرائيل أصلا بهذا الحل. طبعا من اللافت أنه في نفس المناظرة ترامب لم يبدي تأييدا لموضوع حل الدولتين بشكل صريح. لكن بالعودة إلى سلوك الإدارة الحالية التي ستنتهي ولايتها قريبا ولا نعرف سيمدد لها أو لا، بايدن يقال أنه يريد أن يطرح صيغة جديدة من أجل تحسين الصفقة وقبول الأطراف بها، وإن كان قد قال أنه إسرائيل تقبل وحماس هي التي ترفض. كيف تنظر لمؤدى هذا المقترح الجديد لتعديل الصفقة؟ يعني لم نشهد كمية من التناقضات في مدى زمني قصير، يعني أن يقال اليوم شيء ويقال غدا شيء آخر، وأن ينقض كلام اليوم كلام الأمس. هم يتحدثوا عن أن حماس ترفض الصفقة، ثم يذهبوا باتجاه تعديل بعض بنود الصفقة، ثم لا يأخذوا يعني موقفا صريحا من رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بخصوص الصفقة، ثم يخفوا جزء من الصفقة ولا يعلنوه. يعني نحن ليس بإمكاننا أن نصدق إطلاقا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تمثل يعني في القيم الإنسانية والقيم الحضارية شيئا، نتيجة ممارسات وسياسات سابقة أشعلت الحروب في كل مكان، تقول الشيء ونقيضه، تريد أن تتزعم العالم وتتزعم العالم للأسف، ولكنها لا تقوم بواجباتها تجاه هذا العالم الذي تتزعمه سواء قبل العالم بهذه الزعامة أو لا. ففي الحقيقة أنا أرى أن من السف التعليق على ما يقال وما يصرح من قبل الأمريكيين، باعتبار أن ما يقال مهما كان واضحا لا يمكن أن نأخذه على محمل الجد، لأنه يمكن تحويره في اليوم التالي ويمكن تغييره في اليوم الثالث، ولا مصداقية إطلاقا يعني لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر الحقيقة بات معروف من جميع دول العالم. غزة وهذه الحرب التي تشن على غزة كشفت حقائق كثيرة كان بعض الناس يعرفونها والأغلب العالم لا يعرفها. الآن باتت الحقائق واضحة ومعروفة، أننا نحن كعرب ومسلمين في مواجهة هذا النظام الدولي الجائر، هذا النظام الدولي الذي يريد إخضاع هذه المنطقة وسلب ثرواتها ويقف ضد محاولة أي نهضة في هذه المنطقة، ويؤيد الاحتلال الذي أدانته كل القوانين الدولية، بل يساعد هذا الاحتلال. هل سمعنا مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن سبب ما يحدث في فلسطين الآن هو الاحتلال؟ يقول أن سبب ما يحدث هو 7 أكتوبر وينسوا الاحتلال. نعم. فنحن يجب أن لا نلقي بالا لما يقولون ولا نؤسس لتحليل سياسي على ما يقولون. نعم، طبعا بعض الحلفاء لإسرائيل يتحدثون عن قضية أنه العمليات الفلسطينية هي السبب فيما يجري، ومع الأسف اليوم صدمنا أنه هناك صحيفة عربية مشهورة وهي صحيفة الشرق الأوسط تبنت هذا النص في خبر لها بأنه هذه الحرب شنت بسبب عمليات حماس، ويبدو أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى أن تفتح نافذة عربية لأنه بعض المتصهينين يقومون بالمهمة. أذهب إليك سيد حبيب أبو محفوظ،
قضية هذا التعديل الذي تطرحه أمريكا وتريد طرحه أمريكا والاستناد أنه حماس رفضت الصفقة، هل نسلم لها أولا أنه حماس رفضت الصفقة رغم أن تصريحات عديدة لقادة حماس أنها تتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار؟ يعني حتى اللحظة لا توجد صيغة واضحة أو معروفة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تعديلاً على ما سبق. يعني هي تحدثت عن تعديلات في البند الثامن من الصفقة لتقريب وجهات النظر ما بين حركة حماس والجانب الصهيوني، لكنها لم تتحدث شكل هذه الصيغة. الصيغة في البند الثاني الثامن تتحدث عن مسألة هويات الذين سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المؤبدات، وهي لها علاقة أيضاً بالمرحلة الثانية ولها علاقة بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة. واضح تماماً أن الإدارة الأمريكية تريد أن تهرب إلى الأمام أو أن تتقدم خطوة إلى الأمام بعيداً عن نتنياهو على وجه التحديد، الذي يريد أن يبقى في مربع الماضي، بمعنى أن تستمر هذه المعركة إلى ما لا نهاية، طالما أن النهاية سوف تؤدي أو تؤول إلى محاسبته أو خسارته سياسية. وبالتالي هو يريد أن يبقى في هذا المربع، مربع المعركة والميدان، في حين أن الإدارة الأمريكية لديها استحقاقات في قادم الأيام وكذلك الأسابيع القادمة فيما يتعلق بالانتخابات، خاصة أن الديمقراطيون بدأوا يتحسسون رؤوسهم فيما يتعلق بالمناظرة التي حصلت، نعم، التي ذهبت لصالح ترامب على بايدن، وأيضا فيما يتعلق بالخسائر الفادحة التي يعني تلقاها الحزب الديمقراطي نتيجة أيضا المواقف من الحرب على قطاع غزة. صحيح أن الجمهوريون لن يكونوا أفضل حالا، لكن في نهاية المطاف هناك استنزاف في النقاط والرصيد النقطي لدى الديمقراطيون، يحاولون وقف هذا النزيف من خلال إنجاز صفقة. حتى لو كانت هذه الصفقة، قبل ذلك كنت أتحدث من أن حقيقة الإدارة الأمريكية أنها تريد أن تنجز صفقة تنتهي مع نهاية العملية الانتخابية، بمعنى أن تبدأ دورة جديدة لبايدن. المسألة ليست مرتبطة بنهاية كاملة للمعركة في قطاع غزة. هذا متفطن له نتنياهو الذي يريد أن يأتي بترامب وليس بايدن. ترامب أقرب إليه من بايدن، وبالتالي الإدارة الأمريكية تعلم أن نتنياهو يعمل على تخسير، نعم، بايدن في الانتخابات طبعا الرئاسية. وضع حرج، ويبدو أنه بايدن بحسب ما ذكرت صحف أمريكية غير قادر حتى على معاقبة نتنياهو على محاولة الإضرار بمعركته الانتخابية. لكن لعلنا نتوقف عند تصريحات القيادي في حركة حماس في مؤتمر الصحفي اليوم أسامة حمدان، وهو يتحدث عن قضية أنه أمريكا هي من تتحمل مسؤولية استمرار الصراع، وقال أنه هناك سياسة تجويع واضحة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة، وذكر بأنه نصف أسر غزة لا تعيش إلا على وجبة غذائية واحدة على مرأى العالم ومسمعه، كما تحدث أيضا عن ضرورة أن يقوم العالم ويتصرف بجدية تجاه ما يحدث، لا يمكن البقاء عند ما تفعله إسرائيل بهذه الطريقة. أيضا تحدث عن المفاوضات، قال إنه لا جديد حقيقي في المفاوضات، وربما انتشرت إلى هذه الفكرة، وأن ما ينقل عن الإدارة الأمريكية فقط في سياق الضغوط على حماس. يعني أمريكا ليست وسيط نزيه. هي ليست وسيط على الإطلاق. أمريكا طرف في هذه المعركة، بل طرف حقيقي يمد الكيان الصهيوني بالدعم اللوجستي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى استمراره في هذه المعركة. يعني الحبل الذي تمد الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، في حال انقطع هذا الحبل ستتوقف المعركة بصورة كاملة. هناك موقف أمريكي واضح من أن هذه المعركة يجب أن تستمر إلى ما لا نهاية، لكن هناك فترة هدنة، حتى لا أكون متناقض مع نفسي، فترة هدنة هي فترة الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن ثم نستأنف هذه المعركة. هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريد نتنياهو. فيما يتعلق بحديث القيادي في حماس أسامة حمدان، ما يحصل في قطاع غزة من الجانب الإنساني شيء مروع جدا. لم يحصل عبر التاريخ بالمناسبة. يعني نتحدث عن استهداف ممنهج استراتيجي بالنسبة للكيان الصهيوني من خلال البنية التحتية، استهداف كامل للبنية التحتية، وكذلك استهداف كامل للأطفال والنساء للضغط على
لكي تقوم الحاضنة الشعبية للشعب الفلسطيني، الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية بالضغط على المقاومة الفلسطينية للرضوخ لأي شروط ومطالب صهيونية فيما يتعلق بالمفاوضات. وبالتالي كلما ازداد عمل المقاومة أكثر فأكثر في قطاع غزة، نجد أن هناك حالات إنسانية تتفاقم أكثر فأكثر، منها التجويع ومنها ما يتعلق بالاستهداف المباشر من قبل آلة الحرب الصهيونية. وبالتالي حينما نتحدث عن الوضع الإنساني داخل قطاع غزة نحتاج لشهور كثيرة حتى نتحدث عن 10% ربما، لأن الإعلام كما تتحدث منظمات إعلامية وحقوقية أن ما يصل من داخل قطاع غزة من حالات إنسانية متردية هو فقط 10%، ما تنقل وسائل الإعلام هو فقط 10% من الحقيقة والواقع داخل قطاع غزة. وبالتالي أنا وأنت خارج قطاع غزة لا نستطيع أن نصف حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة من استهداف ممنهج للمواطن الفلسطيني. طبعا أزيدك من الشعر بيت أن هناك تقييدا للقنوات خاصة التي تعرض موادها على اليوتيوب من أجل عدم نشر صور الفضائع الإنسانية. ولذلك رسالتي لكل المشاهدين ومن يسمعنا أنه تحدثوا كثيرا عما يتعرض له الأبرياء في قطاع غزة في مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس، حدثوا الناس بما يحدث في غزة من جرائم ولا تجعلوا هذه الجريمة بدون حديث. أذهب إليك نصر الدين عامر، خاصة فيما قاله المتحدث باسم حركة حماس سامح حمدان أنه لابد من حراك فاعل تجاه الجريمة التي تحدث. الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وعلى المجتمع الدولي التحرك. كان الرئيس المصري أيضا قد تحدث أنه هناك خطر التصعيد يعني يزيد أكثر فأكثر، نحذر من احتمالية توسع التصعيد. ماذا يمكن أن يفعل العرب من أجل إيقاف هذا التردي والحرب التي يعني يقصد بها إبادة الفلسطينيين؟ هناك الكثير لدى العرب يمكن أن يقوموا به، وأوله أن يوقفوا إمداداتهم لكيان العدو الإسرائيلي. هناك دول اليوم تتورط في إيصال الخضار وبعضها الفواكه وبعض البقوليات والاحتياجات وبعض الإمدادات لكيان العدو الإسرائيلي للأسف الشديد. ونحن لا نتحدث عن مصادر إعلامية، نحن تلاحظوا سابقا لم نعلق على ما يتحدث عنه عن الخط البري، ولكن نحن الآن نتحدث عن معلومات يعني لدينا أكيدة، ولا أعتقد أن أحد سيشكك في معلوماتنا، خاصة بعد أن اختبرنا في مسألة تحديد السفن واختيار السفن والأهداف والمعركة الواسعة التي خضناها في هذا المضمار. يعني نحن لدينا معلومات أن هناك دول عربية وإسلامية ما زالت تمد كيان العدو الإسرائيلي بإمدادات والاحتياجات، وبعضها استهدفناها، بعض السفن استهدفناها. فيعني يمكن أن يوقفوا هذا. أيضا يمكن أن يقوموا بحراك واسع، يعني عندما نتجاوز مسألة المتآمرين الذين يقدمون للعدو يعني اليد العون، أيضا هناك دول ليست بهذا المستوى من الخيانة، لديها ما يمكن أن تفعل. يمكن أن يشكلوا حراكا سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا واسعا. نعم. يمكن أن يضجوا العالم، يمكن أن يرفعوا الصوت. اليوم من المؤسف أن نشاهد أن هناك أصوات في العالم الغربي ترتفع ولا تكل ولا تمل، وتخرج إلى الشوارع وتتحدث يوميا وتقوم بالوقفات الاحتجاجية، بينما هناك شوارع عربية نامت وسكتت ويعني ملت من الوقوف مع غزة. يعني كيف لهم أن يملوا أمام عدو لم يمل من قتل الشعب الفلسطيني؟ يعني لم يتعب، لم يقول أنا تعبت واليوم يعني أخذ جزء من الراحة وقسط من الراحة وسأقتل الفلسطينيين غدا مثلا، لا، هو يقتلهم يوميا، حتى في يوم العيد، حتى في يوم الإجازة لا يأخذ إجازة، لا يأخذ يعني استراحة أبدا. إذا كيف نستريح نحن في مواجهة يعني ومساندة الشعب الفلسطيني، وكيف لنا أن ننام وإخواننا يقتلون؟ يجب أن نقوم بمسؤوليتنا. هناك دول لديها علاقات دبلوماسية واسعة، دول عربية أنا أتحدث عنها. نعم. وإسلامية لديها شبكة سفارات ولديها علاقات دبلوماسية واسعة، دول في المنطقة، دول في الخليج، دول في إسلامية كبيرة، لديها قدرة أن تتحرك اليوم وتقوم بحراك واسع جدا لتعيد القضية إلى الواجهة يعني أكثر وأكثر، وهي ما زالت فعلا في الواجهة. يعني لدينا الكثير يمكن أن نقوم به، ليست مسألة عسكرية. نحن الآن لا نقول أننا نقوم بعمل عسكري، نقول تعالوا بجيوشكم وهذا كان واجب أساسا، ليس يعني نعفيهم من المسؤولية،
ولكن أيضا هناك خيارات ليست عسكرية يمكن أن يقوموا بها، هناك نخب يمكن أن تتحدث، هناك حراك دبلوماسي، هناك وسائل إعلام نملكها نحن كعرب ومسلمين كثيرة جدا وكبيرة جدا وواسعة جدا، يمكن أن تفعل بشكل أفضل وأكبر. يعني لا نعفي أنفسنا من المسؤولية، وكما ذكرت أنت أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم كله نحن يجب أن نتهم أنفسنا، ونحن نتهم أنفسنا فعلا بالتقصير وبالتواني وبالتراخي وبالتراجع، يجب أن نتهم أنفسنا بهذا الاتهام باستمرار ونعالج هذا التقصير بالتحرك الفاعل والمستمر. وعندما لا يمل اليهودي الصهيوني من قتل الشعب الفلسطيني يجب أيضا أن لا نمل في مواجهته أبدا. طبعا من فعل شيئا لصالح غزة التاريخ لن ينساه، ومن لم يفعل وهو يستطيع فإن التاريخ أيضا لن ينساه. أذهب إليك تيسير الخطيب في النهاية، خاصة فيما ذكره أسامة حمدان في مؤتمر الصحفي، قضية أنه حماس تأسف من الموقف الأمريكي الذي يحاول تحميلها المسؤولية، ويجدد أنه الحركة منفتحة مع أي حراك يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. برأيك هل ستنطلي إذن على العالم هذا اللوم الأمريكي على الفلسطينيين؟ يعني الإدارة الأمريكية لا يمكن ولا يتوقع إطلاقا بأن تنحي باللائمة على العدو الصهيوني، وهي منذ البداية منحازة إلى العدو الصهيوني في كل التفاصيل، ولم يكن هنالك حتى خلاف بين السلطة الفلسطينية يعني التي يعني على كانت دائما على وفاق دائم مع الإدارة الأمريكية، ففي أي خلاف بين السلطة وبين الكيان الصهيوني من الخلافات التفصيلية كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الكيان الصهيوني. الموضوع ليس موضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية في موضع يعني أن تكون شاهدة بالحق، الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف منحاز هذا المشروع، يعتبر المشروع الوظيفي الذي يحقق المصالح الأمريكية في المنطقة، وهي من أجل ذلك لا يمكن أن تقف ضده في أي تفصيل من التفاصيل إطلاقا. حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، ولا تعترف بأن هناك في إبادة أخرى إبادة بالتجويع. وأنا أريد أن أعلق يعني على موضوع إنه الدول العربية بعد 9 شهور وبعد ما حدث من مجازر غير مسبوقة، الناس في حالة من الذهول، الناس في قطاع غزة في حالة من الذهول لا يجد تفسير لما يحدث بعد هذه الشهور الطويلة، وبعد ما عكسته وسائل الإعلام، وأتفق مع أن وسائل الإعلام لم تعكس ما يزيد عن 10% مما حدث. لا يمكن بعد هذه الشهور الطويلة وهذه المجازر وهذه المقاتل أن تقوم الدول العربية بأي فعل إطلاقا، بل أن هناك بعض الدول العربية أخشى ما تخشاه أن تنتصر المقاومة في فلسطين وأن تنتصر المقاومة في المنطقة، لأن هذا الانتصار سوف يؤدي إلى زلازل كبيرة جدا في المنطقة وفي العالم العربي. هل تعرف سيد تيسير أن هذا أن ما تقوله ليس تحليلات فقط، وإنما يعني قيل في صحيفة الشرق الأوسط نفسها الممولة من السعودية، يعني قال نديم أحد الكتاب بأنه يعني أي انتصار لحماس سيحسب انتصار لمحور وما إلى ذلك، وسيعيد الصراعات في المنطقة، وكأنه لا يريد له الغزة أن ينتصر. سيعيد تشكيل المنطقة. في حدث بسيط حدث سنة 2011 وهو حدث بوعزيزي في تونس قلب المنطقة كلها. صحيح. الآن قد لا نرى في بعض الدول العربية حراكا، ولكن هنالك تحت الرماد نار تشتعل، وانتصار المقاومة ستؤجج هذه النار وسيحدث الزلزال، وهذا الزلزال سيعصف بكل هذه الأنظمة أو بجزء كبير من هذه الأنظمة التي تتصور نفسها مستقرة. ما يحدث في غزة شيء كبير جدا، شيء له آثاره
وله نتائجه التي ستمتد لسنوات طويلة. والاحتقان كبير لدى الشعوب العربية حتى يعني إذا تأخر نصر غزة الاحتقان كبيرا، تشاهد أخوك وشقيقك العربي والمسلم يقتل في غزة ويقصف في لبنان ويقصف في اليمن ولا يتحرك أحد لنجلتهم. على كل حال أشكركم جزيلا ضيوفي الكرام، أشكرك سيد تيسير الخطيب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كما توجب الشكر الجزيل للأستاذ حبيب بن محفوظ ونصر الدين عامر. شكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.